كده على فكرة نكون خلصنا التحدي من فترة، اتعلمنا غرزة واتنين، والنهاردة كمان نتعلم تالت غرزة. وفعليا التحدي بتاعنا خلص، وقد ايه انتوا شاطرين، اتعلمتوا معايا حاجات كتيرة، وشفتوا قد ايه لما بنتحدى نفسنا ونحب نتعلم حاجة بتكون ليها انبساطها، حتى لو انتي بتكوني عارفة حاجات تانية، ولكن اول ما بتعرفي حاجة جديدة بتكون حاجة مختلفة ومميزة كده نفسيا. يعني لين شرحنا من قبل غرزة الباسكت في الكروشيه التونسي، ولكن النهاردة هنشرحها مع بعض في التريكو. تفتكروا في فروق ما بينهم؟ اكيد في فروق، ودايما بما انكم بتقارنوا ما بين الكروشيه التونسي والتريكو، النهارده هقول لكم على الاختلافات ما بينهم ونتعلم مع بعض غرزه جديده. يلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم وغرزه جديده، ولكن المره دي تريكو. غرزه الباسكت او الباسكت ويف بالنسبه للتريكو، يا ترى بيكون شكلها حلو؟ تستحق ان انا اتعلمها؟ سهلة ولا صعبة؟ كل ده النهاردة هنجاوب عليه. اول حاجة، غرزة الباسكت بتتكون من غرزتين تحديدا، هي الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. احنا اخدنا الاتنين دول من قبل وعملنا منهم البليسي وعملنا منهم التريكو الدائري وعملنا منهم حاجات كتيرة جدا تعلمناها مع بعض ونفذنا منهم مشاريع ياما. كنا بادئين تحدي مع بعض والحمد لله انهيناه، وتعلمنا كمان بدل الغرزة 3 و4. فقد ايه انتم متفوقين وشاطرين ودايما حابين المعلومة الجديدة. اول حاجة هستخدمها معاكم، انا دايما بقول لكم ان انا مش بفضل الابرة الخشب، وده كان لسبب بسيط. لما بتكوني مبتدئة بلاش تستخدمي الابرة دي، ولكن استخدمي الابرة دي، هتكون افضل واسرع معاكي في الوقت نفسه كمان سهلة. ولكن دي التحكم فيها شوية بيكون صعب، لازم تكوني وصلتي لمرحلة ان ايدك اخدت على الابرة والاستخدام. كمان هستخدم معاكم خيط، ده الخيط ده خيط صوف، وطبعا كان زمان بقى تخين عن كده وهايش، لكن دلوقتي زي ما انتوا شايفين ومقضي الغرض جدا. هنعمل النهاردة بيه غرزتنا. اول حاجة هعمل معاكم صف البداية، وهستخدم الصف اللي هو عقدة طويلة او اللونج تايل. اوكي، اهو بفتح ايدي كده، اروح هنا، تمام، اروح بعدين اخد من دي، ادخل هنا تاني مرة كمان، اهو كل اللي انا بعمله ان ايدي ما بين الخيطين، بعدين بنزل ايدي اهو لتحت، اروح شايفين هنا بتبقى عملت اكس كده، ادخل هنا كده، شايفين دخلت الابرة منين، وارجع فين هنا، وادخل فين تاني، ايوة، وبعدين اسحب الخيط. تمام، اعمل كام واحدة؟ هعمل 18 واحدة بالاسلوب ده. طبعا زمانكم بتقولوا كريستال بقت محترفة في التريكو، اكيد لأ، انا اتعلمت معاكم الغرز دي، وكل غرزة جديدة هتعلمها هعلمها لكم، وهنفضل ان شاء الله مستمرين مع بعض لحد ما نكون اساتذة كده في التريكو زي الكروشيه التونسي. شايفين طبعا الصف بيكون خلاص الحتة هنا مظبطة كده وشكلها حلو، وفي الوقت نفسه كأنك اخدتي السلاسل من ظهر الابرة زي الكروشيه التونسي. ايدي بتتفتح كده، شايفين صابعي، بعدين بنزل اهو بعد بقى ايدي عشان اشوف، وهروح فين، هروح هنا، شايفين، وبعدين اروح بدي اخد الطرف اللي هنا اهو، وارجع فين على الفتحة دي تاني. طبعا هي في الاول بس بتلخبط، بس بعد كده خلاص العقدة دي بتكون افضل من العقدة التانية، عشان بتحدد لي كده شكل الغرزة، لا بتضيق ولا بتوسع. واعرفوا التفاصيل دي هتلاقوها في الدروس دي. اول حاجة اخدناها وهي اصفف البداية، وهتلاقوا اللينكات بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. طبعا 18 سلسلة. كل اللي انا هعمله دلوقتي انه هحدد انا عايزة كام سلسلة، فانا هعمل 4 عدل واربعة مقلوب. تمام، فهعد على الاساس ده طول الوقت، 4 عدل واربعة مقلوب، ادي 4 واربعة مقلوب، 4 عدل
و4 مقلوب. كده انا محتاجة اعمل غرزة كمان عشان يكون 4 عدل، اختم بيهم زي ما بدأت بال4 عدل. هنا نعدهم بقى 2 4 6 8، دول كده 20 غرزة. طيب لو انا عايز اعمل الباسكت بتاعتي او غرزة الباسكت بتاعتي 2 2 او 3 3، ينفع؟ وعدي على الاساس ده، انا عديت 20 واحدة على اساس انه ابدأ باربعة وانتهي باربعة، الاربعة اللي ابتديت بيهم عدلين انتهي بالاربعة دول عدلين. ليه؟ عشان لو بعمل كوفية، وده هيكون مهم جدا بعدين، بعمل ايس كاب، بعمل اي حاجة يكون الشكل معايا متناسق. طبعا الايس كاب انا ممكن اشتغله دائري على طول وما عادش عد الاعداد دي الا عدد الغرز وقد ايه انا هنسقها وتكون مظبوطة معايا، ولكن لو بعمل كوفية، طبعا الكوفية اغلبها بيكون عن مفتوح، فحابة ان هي يكون ليها منظر وشكل حلو. بعدين بقى خلاص انا كده اساسا الخيط اللي انا حددته او سبته عشان العقدة الطويلة هو بالظبط الخيط اللي انا استخدمته. هرجع بعدين، شايفين من عيوب الابرة دي ان هي بتكلكع كده، فخليكم حريصين معاها اهو، شايفين؟ ولذلك روحي على الابرة اللي استلس لو انتي لسه مش متمرسة في الابر. يعني اول حاجة اهو، وبعدين هاخد الخيط، طبعا الخيط اللي هو الطويل دي للخيط ده خلاص مش هستخدمه. بصوا هلف كده على الابرة ايه الخشبية اللي تحت واطلع منين، ايوه اهو تمام، بروح شايلة دي من على الابرة اهو، شايفين الخيط؟ هلف كده، خدوا بالكم من اللفة واتجاه الابرة اهو، واطلع من هنا. عايز اعمل بقى غرزة مقلوبة اهو، الخيط اجيبه لقدامي للناحية اللي ناحيتي اهي، بعدين بصوا اتجاه الابرة دخل ازاي، حاسين بالفرق؟ من هنا هروح كده، شايفين الخيط راح فين؟ اخده وارجع بيه لورا واطلع اللي على الابرة الشمال. طبعا لسه الخيط لقدام لان هي غرزة مقلوبة. ادخل كده تاني، شايفين دخلت ازاي الخيط اهو، اخده الفه كده، وبعدين وانا ماسكاه اهو هاخده كده واروح بيه فين اهو، شايفين بيطلع منين؟ تمام، غرزة عدلة بقى. ارجع الخيط تاني لبرا، بعدين شايفين الخيط اهو، الف كده على الابرة واطلع منين اهو، تمام. بالطريقة دي هعمل بقى ايه، هعمل 4 غرزة عدلة و4 مقلوب. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت الصف بتاعي، ودلوقتي هقلب على الجانب. من المهم نعرف ان الغرزة دي لازم اشتغلها عدد اصفف على نفس الوضعية دي حوالي 3 أو 4 اصفف، وبعدين ابتدي ابدل. يعني ايه ابدل؟ هنعرف في المرحلة الجاية من الغرزة، ولكن دلوقتي لما اجي اشتغل وهقلب كده على الظهر اشتغل العدل عدل واللي مقلوب مقلوب. ليه؟ عشان اعمل الارتفاع المناسب للغرزة تبعي. ده كده يعتبر تاني صف. طبعا في الغرزة دي لازم ارتفع عدد اصفف معين وبعدين ابتدي ابدل. دلوقتي برضو هقلب الشغل، طبعا التريكو لازم نشتغل وش وظهر الا لو كان دائري، ساعتها بشتغل بس كده بالشكل دائري وبشوف الوش، ما بشوفش ظهر خالص. لحد دلوقتي كده كأني بشتغل بليسيه، لسه شكل الغرزة بالنسبة لكم مش باين. ليه بقى؟ لان دي المرحلة اللي انا مفروض ابدل فيها. اشتغلت 5 أو 4 أو 3 على حسب، غرزة عدلة وزيهم مقلوب، وابتديت ان انا اعملهم، ولازم زي ما قلت لكم لو هعمل كوفية او بلوفر ان اوازي الشكل من على اليمين زي الشمال. احيانا الاعداد بتكون مظبوطه وكل حاجه، ولكن ببقى محتاجه ازود نفس العدد اللي عملته على اليمين في الشمال عشان الشكل يكون معايا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى لازم ابدل. يعني ايه ابدل؟ كل شويه تقوليها لنا
هقولك حالا، كل انت هتعمليه دلوقتي ان انت هتشتغلي فوق الغرزة العدلة مقلوبة وفوق الغرزة المقلوبة غرزة عدلة. يعني هجيب الخيط بقى لقدام، ادخل كده، شايفين؟ الف هنا، شايفين ماسكة الخيط ازاي؟ بالطريقة دي، واشيل اللي على ابرتي الشمال. كده انا عملت غرزة مقلوبة بالشكل ده. اتجاه الخيط بيكون لقدامي، اتجاه الابرة بتدخل كده. لاحظوا الاختلافات ما بين الغرزة العدلة والمقلوبة، لان الاتجاهات دي هي اللي بتكون لك شكل الغرزة. دي غرزة مقلوبة فهشتغل فوقيها عدلة، ارجع الخيط لقدام وبعدين ادخل بالاسلوب ده. الخيط اهو لف على الابرة، الابرة اللي تحت، اللي فوقيها اهو، شايفين خدت ازاي باللي تحت؟ طلعت كده وهروح طلع بالطريقة دي. ده هو التبديل اللي انا قصدته. هنا غرزة عدلة كانت، دلوقتي بقت مقلوبة. هنا غرزة مقلوبة بقت عدلة، ولكن هي مش هتبقى ظاهرة من الجانب ده، هتظهر من الجانب التاني دي اكتر، لان احنا هنرتفع طبعا عدد اصفف طول ما احنا رايحين جايين. هنعمل قد ايه؟ هنعمل اربعة زي ما عملنا الاربعة اللي تحتهم. دلوقتي بقى اللي انا شايفاه غرزة عدلة هيفضل زي ما هو، واللي شايفاه غرزة مقلوبة هيفضل زي ما هو، بمعنى ان دي غرزة عدلة اهي وتحتها مقلوبة، فهشتغلها غرزة عدلة. ان احنا دلوقتي بنزود اصفف مش بنبدل، تمام؟ بعدين اجيب الخيط لقدام لان دي اهي مقلوبة، ادخل كده وبالطريقة دي. لازم تعرفوا ان احنا بنبدل مرة واحدة بس ما بين كل اربع اصفف، ولكن الغرزة نفسها ليها طريقة في الشغل، وش وظهر. فلما بتكون هنا مقلوبة بتكون على الجانب التاني هي غرزة عدلة، وده اللي بيخليلي على فكرة الغرزة بتاعتي تكون على الوشين اقدر استخدمها، تمام؟ دي غرزة مقلوبة، الخيط لقدام. طبعا اشتغلنا الغرزة دي في حاجات كتير جدا يعني لحد دلوقتي، من اول الصف البداية لحد ما وصلنا للغرز دي، والغرز دي ابتدينا نحورها ودينا لسه بنحورها، بس دلوقتي بقت اسم تاني لغرزة تانية. لاحظوا بقى حاجة وركزوا معايا كويس قوي، دلوقتي انا بدلت اهو الصفوف واشتغلت زي ما قلت لكم اللي غرزة عدلة واللي غرزة مقلوبة زي ما هو، وكل اربع صفوف ببدل. فلو ملاحظين دلوقتي اول ما اجي اقلب الصف ادي اهي غرزة مقلوبة غرزة عدلة غرزة مقلوبة غرزة عدلة، هقلب اهو شايفين بقى غرزة عدلة غرزة مقلوبة. فبقى انا بشتغل كل اربع اصفف، بس التبديل بيكون على كيفي، ان هو بعكس الشوية اللي انتوا شايفينهم دول بعكسهم تاني، ولكن انا اشتغلت غرزة عدلة اهي فوقيها هيكون مقلوب بعد صفين اتنين من دلوقتي. لما بيكون فوقيها غرز مقلوبة بعد الصفين اللي هتشوفوهم دلوقتي، برجع بقى اشتغل بطريقة الغرزة مرة تانية اربع اصفف، وبيكونوا ارتفاع بس، يعني انا اللي ببدل على كيفي كل اربع اصفف، ولكن كل اربع اصفف برضو بشتغل زي ما الغرزة ممشياني، فاهمني؟ نفك الطلاسم دي دلوقتي، دي غرزة عدلة، ادي الغرزة اهي، بدخل كده، لاحظوا فين؟ اهو خيط اهو، لفة على الابرة كده، شايفين؟ الخيط بقى اجيبه كده لقدامي، تمام؟ لاحظوا الخيط بيكون هنا اهو، ادخل ازاي؟ شايفين الغرزة؟ ادخل كده، ادي الخيط، لف على الابرة، شايفين اللفة ازاي؟ باجي من قدام الابرة من هنا، الف الابرة كلها كده واخلي الخيط برضو لناحيتي، وعشان اعمل الغرزة بطلع الخيط بقى اللي انا خدته ده ومسكاه اهو، شايفين الابرة بتروح فين؟ تاخد نفسها وترجع لورا. الحركة في الخيوط اهم بكتير من طريقة مسكتك للابرة.
ودي حاجة بتكون عكس التونسي. هو ده تقنية الخرطوم اللي كنا بنتكلم عنها في منتجات الإبر التريكو، الفرق ما بينها وبين الأصلية. ترى زي ما انتوا شايفين شكل غرزتنا عامل ازاي دلوقتي. عشان اعمل التبديل اللي انتوا شايفينه ده، ان كل غرزة تمام ملاقيها غرزة تانية مختلفة فوقيها، فبشتغل ازاي؟ بشتغل دلوقتي انه هعمل صف هنا كده، هبتدي اعكس فيه الغرز. يعني هنا غرزة عدلة اهي، هبتدي اشتغل غرزة مقلوبة. وزي ما احنا عارفين الغرزة المقلوبة الخيط بيكون لقدام، دخلة الابرة بتكون بالشكل ده تمام. منين اهو، بعدين ادي الخيط لف على الابرة كده، شايفين اللفة ازاي؟ ادي الخيط اهو، بلف على الابرة كده حواليها كده تمام، وبثبت الخيط بالطريقة دي، وبعدين بطلع بالخيط ده لبره كده. انا عملت غرزة مقلوبة فوق الغرزة العدلة. طبعا كتير هيقول ان الغرزة دي مركبة بالنسبة للتريكو، ولكن ليها ميزة تحفة. ايه هي؟ وشها زي ظهرها، ده في حد ذاته يخليكي تعملي بيها اي سكارف تطلع تحفة فنية، لان مش هتعاني في انه ده وش الكوفية او ده ظهر الكوفية او كلام من ده، لا. يعني شكل الغرزة ده هيديكي طريقة سهلة جدا في اللبس، ودون اي اهتمام هتلفي سكارف تحفة ومفهوش اي اخطاء، لا ده وشه ولا ده ظهره ولا كلام من ده. اجيب الخيط لورا، طالما هعمل غرزة عدلة هعمل غرزة عدلة ليه؟ لان هنا خلاص وصلنا للغرزة المقلوبة. فبصوا طريقة الدخول، بدخل ازاي كده، لف على الابرة، لفة ازاي اهو تمام. اطلع بقى بابرتي، طبعا الخيط خلاص بقى ملفوف عليها، الخيط اهو شايفينه، فباخد كده واسحب كده غرزة عدلة. طبعا الاداء والسرعة بيجي مع الوقت، اول ما ابتديت ما كانش عندي اي فكرة حتى ازاي امسك الابرة دي وتكون معي حتى بسيطة، او اقدر اثبت الخيط اللي في ايدي دلوقتي ده وما يقعش مني. فكل حاجة بالتمرين بتيجي. دي غرزة مقلوبة، بدخل كده الف كده على الابرة واطلع. طبعا ممتعة جدا ومميزة كده. لفة لورا عشان دي غرزة عدلة فوق الغرزة المقلوبة، بتكون بارزة قوي كده في الاول، دي اخر حاجة اهي غرزة عدلة. وزي ما قلنا من قبل، لو ابتدينا بغرزة عدلة ننهي الصف بتاعنا بغرزة عدلة عشان المنظر، لو ابتدينا بغرزة مقلوبة نفس النظام، بس كله عشان يكون الشكل معايا متناسق وفي الوقت نفسه كده ظريف، واحب ان انا البسه ما يكونش بادي بغرزة وناهي بغرزة تانية، لان ده هيبقى سيء في الشكل. زي ما انتوا شايفين ادي كل غرزة فوقيها غرز مختلفة دلوقتي، ادي دي فوقيها غرزة مقلوبة، دي فوقيها غرزة عدلة، ومش بتبرز من اول صف تمام، لكن غرزة مقلوبة بتبرز فوق العدلة بسرعة. دلوقتي عشان اعمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده لازم اعمل عدد اصفف زيادة بعد ما عكست الغرز بالطريقة دي. هو ان دلوقتي لما اجي الف كده مش هعكس بقى غرز، ولكن هشتغل كل غرزة بشكلها. يعني دي خلاص بقت غرزة عدلة، افضل اشتغل اربع اصفف غرزة عدلة، دي بقت مقلوبة نفس النظام افضل اشتغل اربع اصفف غرزة مقلوبة، وهكذا لحد ما بخلص اربع اصفف ارتفاع، وبعدين ببتدي اعكس الغرز زي ما شفته دلوقتي. بس كده هو بس كده، مفيش اي تركيبات تانية. في حد سألني ازاي بوقع الغرز وارجع اخدها، طبعا انا هنا في اخطاء في غرزة، فهرجع ابرتي تاني اهو. كل انا هعمله انه بس هطلع كده من الغرز دي، وطبعا بيكون سهل في خيوط الصوف وصعب في بعض الخيوط التانية، فخليكي حريصة اهو. يعني حتى مع انه خيط صوف، ولكن حريصة معاه جدا انه ما يحصلش معايا اخطاء. طبعا دي انا عملتها غرزة مقلوبة وهي كانت غرزة عدلة،
وبعدين بقى الغرزة المقلوبة. تمام، لما اجي اعكس دلوقتي وشايفين الخيط بيبقى مزعج قوي مع الابرة دي تحديدا، اهو يقعد بقى يلف حواليها كده، وهي طبعا مش بتسمح للخيط انه يقع بسرعة من على الابرة من على الخرطوم ده، فيعني يكون في شوية ازعاج. اوكي، دلوقتي بقى تغل اللي هو غرزة عدلة زي ما هو، اللي هو غرزة مقلوبة زي ما هو، يعني حتى لو لفيت الجنب التاني برضه اشتغل باسلوب الغرزة. اهو غرزة عدلة، ودي كده اخر حاجة غرزة عدلة. بعمل ايه بقى لما اجي الف كده؟ ده كده خلاص بدأ يتضح شكل الغرزة، ولكن لسه ما وصلتش للاربع اسفف. فبعمل ايه؟ برضو بشتغل بطريقة الغرزة، فبعمل غرزة هنا مقلوبة اهو، طالما اللي قدامي هنا مقلوبة من الجانب التاني هتكون عدلة والعكس، فاهمني؟ فكل مرة طالما انا لسه في الاربع اسفف الارتفاع فبشتغل بشكل الغرزة، يعني انا لو لقيتها قدامي عدلة هشتغلها عدلة، لقيتها قدامي مقلوبة هشتغلها مقلوبة، فاهمني؟ ادي كده الخيط لقدام علشان اشتغلها غرزة عدلة. زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي. دلوقتي انا اشتغلت خلاص اربع اسفف، بعد من الغرزة ديت او الغرزة دي سواء عدل او مقلوب، وبعدها ببتدي ابدل. انا كده خلاص اشتغلت الاربع اسفف اللي انا عاوزاهم، وطبعا زي ما انتم شايفين الغرزة وشها زي ظهرها بالظبط، فمفيش اي اختلافات. دلوقتي لما احب اغير فخلاص بقى كده انا هبدل، يعني هشتغل فوق دي غرزة عدلة، هشتغل فوق دي غرزة مقلوبة زي ما شفته وبنفس الاسلوب. كده غرزة النهاردة تكون خلصت، غرزة سهلة بسيطة اخدنا منها غرزة الباسكت ولكن كروشيه تونسي، المرة دي اخدناها بالتريكو، واغلبكم عارفها طبعا بالكروشيه العادي. غرزة سهلة بسيطة وكانت ممتعة جدا التجربة انه نعملها كمان تريكو مع اننا مبتدئين في التريكو، ولكن قدرنا نعمل غرزة زي دي مميزة وسهلة. مفيش اي حاجة نقدر نصعبها الا لو احنا قلنا ان هي صعبة، واحنا ما عندناش اي حاجة صعبة باذن الله. غرزة النهاردة تكون خلصت، تبديلها زي ما انتم شايفينه سهل وبسيط، اربع اسفف بعدها بشكل الغرزة، وزي ما انتم شايفين وش الغرزة زي ظهرها. تستخدمي خيط رفيع هتبرز فيها، تستخدمي خيط ضخم زي ده هتبرز فيها. حلوة قوي في الكوفيات، حلوة قوي في الايس كاب، حلوة قوي انك تعمليها بلوفر، حلوة جدا في حاجات كتيرة قوي حتى في البطانية. ودايما اما تحبي تمرني ايدك على التريكو اشتغلي بطانية بغرزة واحدة بس، طبعا شغلك هيطول في البطانية وهتكون غرزة واحدة بس، ولكن ايدك هتكون اخدت على مسكة الابرة، الكلكعة اللي بتحصل، الدروبات اللي بتحصل في التريكو، وهتكوني سريعة اكتر بالنسبة لشغل الابرة دي. وده شكلها في الخيوط الرفيعة، ده خيط اليزا سكرم، يفضل ما تجيبوهوش، نتيجته بتبقى حلوة قوي في الاول ولكن بعد الغسيل بيكون سيء وموبر، ولكن زي ما انتم شايفين الغرزة تحفة، شكلها حلو قوي على فكرة في الخيوط الرفيعة كمان، وبرضو مميزة وباين تفاصيل الغرزة وش وظهر. طبعا ملهاش وش وظهر الغرزة، ولكن زي ما انتم شايفين حلوة قوي على الوجهين، تقدري تستخدميها وهتكون مميزة معاكي جدا كسكارف. وبس خلاص كده نكون خلصنا شغلنا النهاردة وخلصنا غرزتنا بنوعين اتنين من الشغل، التريكو وبالكروشيه التونسي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزة جديدة، هتكون تريكو او هتكون كروشيه تونسي. تابعوني واعرفوا التفاصيل وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اعملوا اشتراك للقناة وروحوا على الفيس والانستا لو حابين تشوفوني اكتر. مع السلامة، باي.